أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معدنا النهاردة مع درس جغرافيا بعنوان مصادر الطاقة. الهدف من درسنا النهاردة يا سنة خمسة إن احنا نتعرف على المقصود بالطاقة، إن احنا نفرق بين مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة، إن احنا نقدر دور الدولة في تنمية مصادر الطاقة والحفاظ عليها. هنعرف أول حاجة المقصود بالطاقة. معنى الطاقة كل ما ينتج عن احتراق الوقود أو حرارة الشمس أو قوة الرياح أو تساقط المياه أو حركة الأمواج. يبقى الطاقة عندي هي كل ما ينتج من احتراق الوقود أو حرارة الشمس أو قوة الرياح أو تساقط المياه أو حركة الأمواج. وبتنقسم مصادر الطاقة عندي إلى مصادر الطاقة الغير متجددة ومصادر الطاقة المتجددة. مصادر الطاقة الغير متجددة هي التي تنفد باستهلاكها، يعني بتخلص باستهلاك الإنسان لها ولا يمكن تعويضها، زي عندنا الفحم والبترول والغاز الطبيعي. أما مصادر الطاقة المتجددة هي التي لا تنفد باستهلاك الإنسان لها، يعني موجودة دايما، زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه. هنعرف مع بعض أول حاجة مصادر الطاقة الغير متجددة. أول حاجة عندي الفحم، والفحم زي ما احنا شايفين موجود في منطقة تسمى جبل المغارة، ودي موجودة في شمال سيناء زي ما احنا شايفينها كده على الخريطة، جبل المغارة. بيستخدم الفحم عندنا في صناعة الصلب، ولكن الفحم اللي بيستخدم في صناعة الصلب ده بيستورد من الخارج وبيطلق عليه أو بيعرف باسم فحم الكوك. بيجي لنا سؤال بعد كده في جزء الفحم ده بما تفسر. يعد الفحم أقل أهمية اقتصادية من البترول والغاز الطبيعي. السؤال ده مهم جدا وبيتكرر معانا كتير، لأن الفحم بيلوث البيئة، لأن عند احتراقه بيتصاعد منه كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. بعد كده هنشوف تاني حاجة من مصادر الطاقة الغير متجددة وهو البترول. البترول طبعا مصدر رئيسي للطاقة، وبيستخرج سواء من حقول برية أو بحرية، زي ما خدنا في أول درس عندنا إن احنا بنستخرجه من قاع البحر أو في مناطق على البر. البترول طبعا زي ما احنا قلنا مصدر رئيسي للطاقة، ومهم جدا لأن عند تكريره بنشتق منه حاجات كتير زي البنزين والسولار والمازوت، إلى جانب بعض الخامات الصناعية مثل البلاستيك. يعني إيه بقى تكرير البترول؟ ده مصطلح مهم لازم نحفظه. عملية تكرير البترول هي عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت الأصلي. والبترول عندي بيتركز زي ما احنا شايفين في الخريطة عند خليج السويس ومنطقة في شمال الصحراء الغربية. وطبعا خدنا في الدرس الأولاني ان من اهم المناطق لإنتاج البترول هو حقل بلاعيم بحري، وده موجود عندي في خليج السويس. بعد كده هناخد الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي بيبقى موجود في حقول اما مستقلة او موجودة بجانب البترول. بالنسبة للغاز الطبيعي بيجي لنا برضو سؤال بما تفسر اهمية الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي طبعا دلوقتي بقى يستخدم في الاغراض المنزلية، موجود عندنا كلنا في البيت، بيستخدم كوقود لبعض وسائل المواصلات، بقت في وسائل مواصلات مكتوب عليها انها تعمل بالغاز الطبيعي. كمان بيستخدم في توليد الكهرباء الحرارية، وهنعرف مع بعض دلوقتي يعني ايه كهرباء حرارية. او اكبر المناطق لانتاج الغاز الطبيعي هي منطقة البحر المتوسط، وطبعا عندنا بتنتج حوالي 56%. واشهر الحقول لانتاج الغاز الطبيعي هو حقل ابو ماجي، وحقل ابو ماجي موجود عندنا شمال الدلتا. في معلومة عندنا هنا بيقول لنا ان بدأ استخدام الكهرباء في مصر في اوائل القرن العشرين، وبعد كده تم استخدامها في الصناعة عام 1930. والكهرباء بتنقسم عندنا الى كهرباء حرارية وكهرباء مائية. طبعا البترول الغاز الطبيعي والفحم دول بيستخدموا في توليد الكهرباء الحرارية. يعني ايه بقى كهرباء حرارية؟ زي ما احنا قلنا من شوية هي اللي بيتم توليدها من احتراق الفحم او البترول والغاز الطبيعي. واهم محطتها عندنا هي محطة شبرا الخيمة وشمال القاهرة. بعد كده هنعرف مصادر الطاقة المتجددة. طبعا قلنا المتجددة هي التي لا تنفد باستخدامها، زي الطاقة الشمسية. والطاقة الشمسية طبعا بتستخدم في تسخين المياه والأغراض المنزلية. أما طاقة الرياح بتستخدم طبعا طاقة الرياح في توليد الكهرباء.
أما تالت حاجة عندنا المياه، ودي طبعا بتستخدم في مصر من السدود والقناطر في توليد الطاقة الكهرومائية، وطبعا بتعتبر مصر أولى دول الوطن العربي إمدادا لها، بتنتج حوالي 18% من إجمالي الطاقة الكهربائية. أهم محطات الكهرباء المائية في مصر هي محطة كهرباء السد العالي، محطة كهرباء خزان أسوان، محطة كهرباء قناطر إسنا. وقناطر إسنا عندنا كان في قنطرة قديمة وقنطرة حديثة، وبيتم توليد الكهرباء حاليا من القنطرة الحديثة. طبعا مصادر الطاقة المتجددة بتتميز بأنها طاقة نظيفة وغير ملوثة، ولكنها بتحتاج إلى وسائل تكنولوجية عالية وأموال ضخمة لتوليدها. فلما يجي يقول لي ايه مميزات وعيوب الطاقة المتجددة، هقول له مميزاتها انها طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة، اما عيوبها انها بتحتاج الى وسائل تكنولوجية عالية ورؤوس اموال ضخمة. جهود الدولة لتنمية الطاقة، الدولة بتعمل ايه علشان تنمي الطاقة وتحافظ عليها؟ اولا الاهتمام بالبحث العلمي في مجال استخدام الطاقة المتجددة، تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب عن حقول بترول وغاز طبيعي، ان هم يدوروا على طول على حقول بترول والغاز الطبيعي، ترشيد استهلاك الطاقة، ترشيد طبعا معناها تقليل استهلاك مصادر الطاقة وان احنا نحافظ عليها. اتمنى ان يكون درسنا سهل وبسيط عليكم يا سنة 5 وتكونوا فهمتوه. هتوحشوني.